على مقربة من الحدود الروسية الأوكرانية تعلو أصوات الجنود الأوكرانيين ومدرعاتهم، لا يتجهزون للدفاع عن أرضهم فحسب، بل على الاستيلاء على مواقع للعدو، كما يشير هذا القائد العسكري خلال تدريبات لقواته قرب نهر إيدر بمنطقة لوهانسك القريبة من إقليم دونباسك الذي تسيطر عليه قوات موالية لموسكو. لن نتدرب فقط على إنشاء جسر عائم على الفور، ولكننا نجهزه أيضا بوحدات الجيش والدبابات الآلية والقوات الخاصة. هذه التدريبات تتزامن مع مصادقة البرلمان الأوكراني على مشروع قرار يسمح بمشاركة قوات أجنبية في مناورات عسكرية على الأراضي الأوكرانية العام المقبل. رسالة تحدي جديدة ترسلها كييف استقبلتها موسكو بدعوة الرئيس فلاديمير بوتين نظيره الفرنسي إلى مفاوضات فورية مع الناتو والولايات المتحدة لضمان أمن بلاده. المفاوضات التي يدعو لها بوتين يتعاطى معها الأوروبيون بالترحاب دون التخلي عن عصا العقوبات، وهو ما عبرت عنه وزيرة الخارجية الألمانية التي لوحت لموسكو بعقوبات وخيمة إن هي أقدمت على غزو أوكرانيا. وعلى ذكر العقوبات، تطل واشنطن مجدداً بالحديث عما سمتها خيارات قاسية للتعامل مع أي تهديد روسي لكييف التي تزورها حالياً كارين دونفريد مساعدة وزير الخارجية الأمريكي. إنها في موسكو للقاء القادة الروس للتعبير عن مخاوفنا بشأن التصعيد الروسي للقوات المحيطة بأوكرانيا والتحدث مباشرة مع كبار المسؤولين الروس والتأكيد على التزامنا بالمساعدة في حل النزاع في شرق أوكرانيا. بين تهديدات الساسة تارة ودعواتهم إلى الحوار تارة أخرى، تبقى الخشية من أن تفرض حسابات الميدان نفسها على الجميع، وحينها يكون المحظور قد وقع ولن يسمع وقتها إلا صوت الرصاص والمدافع. أجرى الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والصيني شي جي بينغ محادثات عبر تقنية الفيديو تضمنت مناقشة ملفات ثنائية ودولية. وبحسب وسائل إعلام روسية، أشاد بوتين بمستوى العلاقات بين روسيا والصين ووصفها بأنها مثالا يحتذى به للتعاون بين الدول في القرن 21. من جانبه، أعرب الرئيس الصيني عن قناعته بأن تنظيم الألعاب الأولمبية الشتوية القادمة التي ستنطلق في بكين في فبراير المقبل سيكون عند أعلى مستوى، لافتا إلى أن العلاقات بين الصين وروسيا صمدت أمام التحديات وفق تعبيره.